اهلا بحضراتكم. ملحمه البرث للشهيد احمد منسي ورفاقه هتفضل احد اهم المعارك ضد الجماعات الارهابيه بشمال سيناء، وكانت بدايه لمرحله اخرى من المواجهات مع العناصر الارهابيه استطاعت فيها قوات الشرطه والقوات المسلحه والمواطنين الشرفاء ايضا من اهالي سيناء في القضاء على عدد كبير من العناصر والبؤر الارهابيه. قبلها كنا في وسط الزحمة، قبلها كنا في وسط الزحمة، دلوقتي بيسمعوا حكاياتنا، دلوقتي بيسمعوا حكاياتنا. اليوم الذكرى السنوية لملحمة البرث، الملحمة التي جسدت معركة الجيش المصري في مواجهة التنظيمات الإرهابية في سيناء، معركة تضمنت استبسال الجنود المصريين في المواجهة على مدار عدة ساعات، معركة كان عنوانها الصمود، صمود الضباط وجنود المصريين التي أظهرت صلابة جنودنا والتي حرمت فيها العناصر الإرهابية من السيطرة على الموقع أو أسر أي من ضباطنا البواسل. كانت العناصر الإرهابية الإجرامية تستهدف السيطرة على البرث ورفع علم تنظيم داعش عليه في محاولة لتحقيق انتصار إعلامي على الأقل يروجون من خلاله لسيطرتهم وحضورهم وإبراز واستعراض قوتهم المزعومة. بدأ الهجوم في 7 يوليو عام 2017 الساعة 4 فجراً، وعبر فيها 150 عنصر إرهابي وإجرامي تابع لتنظيم داعش الإرهابي، استخدموا 12 سيارة كروز محملة بالأسلحة المختلفة، بداية من الأسلحة الخفيفة وقذائف RPG وهاون، فضلا عن المفخخات والقنابل اليدوية. لكن تصدت الجنود للهجوم وتجمعت في مكان الحادث للسيطرة على المنطقة بالكامل بعد انفجار السيارة المفخخة. وبعد 4 ساعات من الهجوم وصلت وحدات الدعم الجوي وقامت بقصف مجموعة من العناصر الإرهابية ليتم القضاء على أكثر من 40 شخص من العناصر الإرهابية وتدمير 6 عربات تابعة لهم. يا رجال ما بدي بالإجابة، ولا يمحي العار إلا النار النهابة، إلا بالنار والمدفع والدبابة. أصبحنا وحوش رجال الصاقة المصرية، بنجي في الجو ونرمي قنابل يدوية. ميت من حد وأنا بلدي غالية عليا، وفي ظهرنا شعب واقفين نحمي الفدائية. تابعنا مع حضراتكم دلوقتي أسماء أبطالنا الشهداء في معركة كمين البرث اللي هنفضل مدينين ليهم حياة بالأمان اللي احنا بننعم فيه دلوقتي، بكل إنجاز بيحصل دلوقتي في مصر بسبب القضاء على الإرهاب بسبب تضحيات هؤلاء الأبطال.